السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. ده عنوان الفيديو، ده عنوانه لسبب مهم جدا. وصلنا للتشكيك ان الكابتن محمود الخطيب بيمثل وبيكذب، ويقول لك كابتن محمود الخطيب والبيان اللي اصدره النادي الاهلي النهارده على موقعه وتناقلته كل المواقع الصحفيه الرياضيه ان الخطيب بيكذب، الخطيب مش عضو. مشكله والله، مصيبه. ايه الفكر ده؟ كابتن محمود الخطيب عضو لجنه المسابقات والترخيص زي ما اعلن، والكلام ده مش أول مرة الكابتن محمود الخطيب يحضر لجنة. الكابتن الخطيب حضر مرة واحدة واعتذر أكتر من مرة عن الحضور، يعني الكابتن الخطيب حضر قبل كده، يعني المرة دي هو الراجل مش طالع يمثل، وهيمثل ليه؟ زي ما قلت حضراتكم فيديو من حوالي أسبوع تقريبا، قلت هل يندم مرتضى منصور على هجومه للخطيب؟ لأن الخطيب هيبقى موجود في اللجنة اللي هتتخذ قرار بخصوص جنرالسيفو، الكلام ده أنا قلته من أسبوع. فالنهارده النادي الأهلي طلع بيان، وزي ما قلت في فيديو النهارده اللي اتكلمت فيه النهارده عن الخطيب، وقلت الخطيب محترم والخطيب مهذب مش عاوز يحط نفسه في جمله مفيده مع برنامج نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك، لو حضر هيهاجموا الكابتن محمود الخطيب، يقول لك الكابتن محمود الخطيب يبقى هو السبب، هو اللي حرض ضد نادي الزمالك. وتوقعت قلت برضو الخطيب باخلاقه وباحترامه مش عاوز يبقى في جمله مفيده، لكن للاسف توقعه طلع في محله، بل اكثر توقعي طلع في محل، لانه قلت انهم ممكن يهاجموا الخطيب انه ما حضرش ويتهموه انه عدم وطني، انه مش وطني عشان يساند نادي الزمالك. لا، ده مرحله عدت. كلام على ان الخطيب اساسا مش عضو في لجنه الانديه والترخيص. لا، مش كده كمان، مرتضى منصور متضايق وزعلان وتعبان وبيهاجم الكاف، قال لك احنا عرفنا بقى هو الخطيب مرتضى منصور يقول لي ايه عن الخطيب، انتوا كل شويه الخطيب والخطيب، وازاي الخطيب يبقى عضو في لجنه المسابقات والترخيص ومرتضى منصور مش موجود؟ انا عايز اسالك سؤال، انت ايه علاقتك بكره القدم؟ سؤال بقى. طب الخطيب ده شغلته، ده مهنته، ده راجل لعيب كوره، احسن لاعب في افريقيا، تاريخ وعلامه في مجال كره القدم اللي هو الكاف اختصاصه وشغله، الاتحاد الافريقي لكره القدم، مش الاتحاد الافريقي للبليه المائي، ده اتحاد افريقي لكره القدم. والخطيب كل افريقيا والعالم كله، الوطن العربي كله عارفين الخطيب قيمته ايه في عالم كره القدم. انت النهارده طالع تقول الكاف بيجامل الاهلي، وانت عايز تحط راسك براس محمود الخطيب في مجال كره القدم؟ هو الخطيب حط راسه براسك في القانون اللي انت بتقول مألفه ولا عامله؟ كل واحد يركز في اختصاصه. الكاف ده اختصاصه كره قدم، جابوا واحد كره قدم، ما يجابوش واحد بقى بتاع قانون. يبقى في شويه تعالوا هجوم على الخطيب واساءه للخطيب، وقال لك ايه مرتضى منصور الخطيب عضو في لجنه المسابقات في افريقيا واحنا ما نعرفش. انت ما تعرفش، الناس كلها عارفه وانت ما تعرفش. قال لك الاتحاد يا افريقي، هو كفايه بقى، هو محمود الخطيب اكثر قيمه من رئيس الزمالك. ايوه، الخطيب اكثر قيمه من مرتضى منصور في عالم كرة القدم، ده مش محتاج نقاش ولا جدال. قال لك احنا فهمنا هنا بريدة يا اللي استخبيته النهارده، العيال المأجورة بيهاجم هنا بريدة. هنا بريدة دلوقتي صفه وكان لسه بيقول هاني ابو ريدة اخويا وحبيبي قبلها بيوم وصاحبي، والنهارده احنا عرفنا هنا بريدة ان انت بتستخبى واستخبيته النهارده، العيال المأجورة. المواقع والجرايد طالعه يقول لك اعتذار ايه، هو اللي في الاتحاد الافريقي هي عزبة، بيقول الاتحاد الافريقي هو عزبه اللي عملت احتفال ودعيت الخطيب، يعني لما عملوا في افريقيا عملت احتفال ودعيت الخطيب وما دعيتوش رئيس الزمالك اللي قده 100 مره. محدش بيشكر في نفسه غير فلان الفلاني اللي انتوا عارفينه. دي حاجه. وبعدين برضو كل تكريم، سبحانك يا رب، كل تكريمات الخطيب بتضايقه بتزعله. في حب الخطيب ده مسبب له ازمه كبيره. حب الناس للخطيب مسبب له ازمه كبيره، مدح الناس للخطيب مسبب له ازمه كبيره، هي اشياء لا تباع ولا تشترى. اشياء، حاجات كده من عند ربنا سبحانه وتعالى بيزرعها في قلوب البشر، مهما حاولت
مهما اي حد حاول محدش يقدر، حاجات من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لك هو مين محمود الخطيب اللي في اللجنه وهو ما رضيش يروح عشان موقف الزمالك ضعيف، هو انتوا بتستفزونا ليه؟ راجل في مجال شغل وراجل موجود في لجنه الانديه ولجنه المسابقات الاتحاد، ايه اللي يستفزك كده؟ بعتوا له دعوه، لا ده بيشككوا ما تبعتلوش دعوه، ده الراجل بيحب بيقول لك بيمثل وبيكذب وبزمايله عارفين، اصحابه في مجال الكوره عارفين ان هو بيكذب وبيمثل. قال لك وبعدين ساب الخطيب وهاجم وليد صلاح عبد اللطيف علشان بيقول لك النادي كان زي ما قلت لحضراتكم حب يجود لمرتضى منصور فردت في صدره، حب يقول ان الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه ودي حقيقه وليه ما يقومش بدور وطني ويساند نادي الزمالك وما يروحش والكلام ده كله، فمرتضى منصور دخل اداهم له ما انتش عارف تتكلم ما تطلعش تتكلم، انت عمرك شفت في مجله الاهلي ولا ازاي ولا قناه النادي الاهلي قالوا رئيس الزمالك قيمه، انت بتعرفش تتكلم ما تطلعش. جمال حمزه لما قال النادي الاهلي مش طرف في القصه، ازاي ما تعرفش تتكلم ما تطلعش انت كمان، ده الاهلي هو اصل المشكله. يا سلام، الاهلي هو اللي قال الاتحاد الافريقي ايه المباراه، الاهلي هو اللي قال مش هنلعب هنا عشان الامن ومن الامن، وطلعوا اتكلموا عن الامن. وبرضه حاجه غريبه عمالين يتكلموا على رئيس السنغال نادي السنغالي ومعاه بودي جاردات ومش بودي، وضع طبيعي يجي معاه بودي جاردات، انت خالد غندور ومرتضى منصور طالعين تقول في عمليات ارهابيه حصلت في البلد ومفيش امن مفيش الكلام ده كله، الراجل سمع كلامكم زي ما الاخبار دي جه يشوفوا معاه بودي جاردات عشان يشوف الدنيا فيها عند مترو سبورت، وانتم الناس بتفسروا ازاي يعني؟ انا مش فاهم. النهارده لما يبقى بيقول لك خناقه هنا في مشكله هنا ومفيش امان هنا، هاجي لوحدي؟ ما انا معايا بودي جاردات لحد ما اشوف الدنيا فيها ايه. قال لك وبعدين هاجم علاء صادق وراجل سخيف، في اتنين مذيعين، واحده في قناه الحدث اسمها مروه سالم تقريبا، وواحد اسمه محمد مسعد كان شغال في قناه معد يعني، بيقول لك كان شغال مع علاء صادق واتكلم، قال لك بنجيب مو كان بيجي ويجيب موز اخضر، منتهى السخافه وقله الادب، منتهى السخافه وقله الادب. طبعا افتكروا الاسمين دول ولو انا نسيت فكروني، يعني الاسمين دول ممكن نلاقيهم في قناه نادي الزمالك الجديده، مروه سالم والاسم محمد مسعد. دخل واتكلم عن علاء صادق بطريقه مستفزه، مرتضى منصور دخل ما سمعتوش، الراجل بيقول بياخد 70 موز ليه ويخش ويقفل على نفسه، في اشارات سخيفه منه بتطلع على التلفزيون اللي بقى زي البلاعات، بلاعات الصرف الصحي، بقى شيء مقزز. قال لك الخطيب ما رضيش يروح عضو في لجنه الترخيص، قال لك عضو في لجنه الترخيص، عمالين يحللوا تعبهم قوي الخطيب، يقول لك عيب لما رئيس الاهلي يكذب، عيب الاهلي اللي هيكذب، الخطيب اللي هيكذب. وخالد غندور بيقول له هو انت مش كانت بعت لك دعوه عشان تحضر من انفنتينو في تطوير كره القدم في الاتحاد الافريقي وقت انفنتينو؟ قال لك اللي بعت لي انفنتينو، لكن احمد لا، اذا كانت دعوه موجهه لكره تطوير الكره الافريقيه مش تطوير الكره العالميه، يعني الكاف هو صاحب الدعوه. فبالتالي مرتضى منصور بيقول لك طب ما رحتش ليه؟ قال اصل انا مش فاضي. وقبلها بيقول لك انت بتستفزونا، كان قبلها بيطلع يقول لك تستفزونا ان بتدعوا الخطيب وانا لا ومش عارف الكلام ده كله. ويقول لك انفنتينو يدعاني احمد لا، ومره يقول لك احمد ايه العك اللي انت بتعمله ده ويهاجم احمد النهارده، ويقول لك احمد حاولوا يوقفوني على العقوبه اللي اتكلمنا عليها النهارده، ويوقفوني وانا وقفوني وانا رحت رفعت القضيه قبلها بثلاث ايام جم اتحايلوا عليا. ولو حضراتكم تفتكروا اتكلمنا في القصه دي وقلنا ان مرتضى منصور اعتذر لاحمد، ولما اتكلمنا وقلنا احمد مرتضى منصور رايح الكاف عشان يعتذر الاتحاد الافريقي عشان يعتذر لاحمد، طلع في برنامجه قال لك ده انا لا بسبب مشكله عمرو مصطفى ومراد فهمي انا كنت انا موكله، فرايح اخد منه التوكيل عشان ابقى موكل محامي بتاعه. طب انت النهارده المحامي بتاعه، طب هو الراجل قطع التوكيل يعني؟ مش فاهم، مش انت المفروض المحامي بتاعه؟ يبقى علاقتك جيده بيه، يدعوك في كل اللي بتاعه الكلام ده كله؟ انتوا مش عارف. قال لك ايه على موضوع البيدو جردات، قال لك الكاف انت ظالم، انت عملت كده وقفتني قبل زي ما قلت لحضراتكم الاهلي، موضوع تاجيل مباراه النادي الاهلي وعمرو الجنايني ده هيبقى ازمه كبيره جدا. عمرو الجنايني وطلع جمال محمد علي قال لك مفيش ما يدعو للتاجيل، هنشوف. مرتضى منصور مصر، قال لك النادي الاهلي تاجل له الموسم اللي فات اكتر من 9 ماتشات في البطوله الدوري ابطال افريقيا دي، ونسي يقول ان هو سبب ان الدوري ما اتلعبش قبل امم افريقيا بسببه، ونسي يقول ان مباراه المقاولين اتاجلت مرتين وهو مشارك في الكونفدراليه بسببه، ونسي يقول ان مباراه انتاج الحربي اتاجلت 3 مرات رغم خطاب رسمي منه لهنا ابو ريده اتحاد مصر بالتزامه بلعب المباراه في موعدها واتاجلت ده الموسم اللي فات. لما جم الزملكاويه قال لك مفيش مجاملات بقى ونبدا من اول الصفحه، لا ليا ولا ليك، وعمرو الجنايني قال الكلام ده، والزملكاويه هتفوله في ماتش مباراه بيراميدز انت مش عارف ايه الكلام ده كله.
يجي النهارده يقول لك لا يبقى انت ازاي يا ابو؟ لا مفيش الكلام ده. قال لك النادي الاهلي مش طرف، مرتضى منصور النادي الاهلي مش طرف في القصه. كان مره يقول لك تاجل له 12 ماتش، ومره يقول لك 9 ماتشات، ويقول لك مش عارف ايه، اي كلام يعني. وبعد هجومه على الخطيب بيقول لك احنا عايزين نفوق يا خطيب انت واللي معاك، مصر اهم. كلمة عن سد النهضه مش النهضه. بيهاجم الناس ويستفز الناس ويرجع على مصر اهم. يهاجم الخطيب ويستفز جماهير النادي الاهلي ومش عارف، يقول لك مصر اهم. ويرجع يقول لك انتوا بتوع الفتنه. الناس النادي الاهلي لسه شايفينه، مش شايفينه، لا الخطيب شايفه ولا النادي الاهلي ولا النادي الاهلي شايفاه. خالد الغندور برضه متكلم يقول لك النادي الاهلي، اشمعنى النادي الاهلي ما يوافقش على تاجيل المباراه؟ لما كل المباريات الموسم اللي فات في فرق في الدوري كانوا بيوافقوا للاهلي انه يتاجلوا، عامر حسين كان بيبعت شرف. الفرق خايفه من النادي الاهلي وعشان كده بتقبل انه يتاجل. لكن النادي الاهلي ما بيهابش من اي حد، فهمني يا خالد الغندور، النادي الاهلي ما بيهابش من اي حد علشان يقول لك يقبل انه يتاجل. زي ما انت بتقول النادي الاهلي مش طرف، وهننتظر كلام عمرو الجناني ونشوف الدنيا رايحه فين. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، وبتشوفنا اول مره اشترك بالقناه فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.